السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معنا اليوم. أولا أتقدم بالشكر إلى فريق لايت كلوب على هذه المبادرة الطيبة والذي ساهر على أن تقام هذه الحصص في ظرف حسن. Et encore, je tiens à remercier tous et toutes qui sont là, بما فيهم الحضور الكريم اللي راهم معنا في الاستماع. مرحبا بكم. En effet, cela constitue une contribution effective à la réalisation de cet événement. إن شاء الله ستكون حصتنا اليوم غنية ومليئة بالمعلومات القيمة. والفائده ستكون شامله باذن الله. Alors, tout d'abord, في عجاله, j'en profite à me présenter. معكم بالعربي محمد اقبال, étudiant en médecine à la faculté de Rouen, وصاحب قناه على اليوتيوب, à travers laquelle je diffuse des vidéos en anatomie. On verra ça plus tard. Et donc voilà. Le travail تاع نهار اليوم راه مكون من ثلاث نقاط فقط. Une petite introduction وين راح نعالجوا اشياء عامه حول علم التشريح او الاناتومي. بعد ذلك نمر إلى لابرونتيساج الأناتومي والذي يمثل تقريبا أهم نقطة في مداخلتي اليوم. وبعد ذلك نختتم الحديث حول الأناتومي لأعطي الكلمة إلى الزملاء ونواصل حصتنا لنهار اليوم مع أشياء ومواضيع أخرى. بطريقة أخرى وبطريقة أبسط راح نعالج صورة عامة حول علم التشريح بحيث نعالج الأجوبة على هذه الأسئلة. أول سؤال, ما هو علم التشريح؟ كو بريزونت الأناتومي. هل هذا العلم يعتمد على الفهم بالدرجة الأولى أو على الحفظ؟ ونحن كطلبة طب كيف علينا أن نتعامل مع هذه المادة؟ أول حاجة, كو بريزونت الأناتومي, ما هو علم التشريح؟ الأناتومي est une discipline qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties. أو بعبارة أخرى راح ندرسو الشكل العام ولا لا مورفولوجي تاع الكائنات الحية, وهذا على المستوى العياني تقريبا نحو 99%, بحيث نقدروا نشوفوا نفس التعريف إذا ما قلناش هذا على المستوى العياني على شكل ماكروسكوبيك. إذا قلنا على سبيل المثال على شكل ميكروسكوبيك راح نصيبوا نفس التعريف ينطبق على موديل آخر تماما مش على الأناتومي. راح نقوم بتوضيح صغير. إذا الأورغانيزم ولا الكائن الحي بصفة عامة متكون من أجهزة ديزاباري. هذه الأجهزة بدورها متكونة من أعضاء, ومجموع الأعضاء يتكون بمجموعة من الأنسجة لتيسيو يتكون بمجموعة من الخلايا. الخلايا كما على بالنا, الخلية هي الوحدة البنائية البسيطة أو الوحدة البنائية الأولية اللي تصنع لنا الأورغانيزم. إذا إحنا في الأناتومي راح نشوفو نحو 99% لي زاباغاي أو لي زوركان, مراحش نشوفو لي تيسيو لي سيلول. لي تيسيو لي سيلول نقلوهم إلى مواضيع أخرى, إلى دي موديول وعد أخرى. أسانتيغيس أو زانيمو أي فيجيتو أوسي, حاجة باينة, كائنات الحية. بصح حنا سو كي نوز انتيريس اي بيان لاناتومي هومان, سيتادير ا ترافير لاكيل اون ديكري لو كور هومان. وبالتالي بويسك وصف جسم الانسان راه الحكايه, راح تستنتج بدورك انه علم التشريح علم مهم جدا في الطب. كي تسمع اناتومي راح تسمع باللي يمثل لان دي موديول المهمين جدا في لو دومين ميديكال, بحيث العلاقه بين الاناتومي والميديسين تمثل علاقه احتواء. يعني ما تقدرش تكون ميتان يعني ان بون ميتان بلا ما تفوت على الاناتومي وتهضرها كما يبغى. وحنا بالتالي حنا كطلبة الطب واللي راح نكونوا مستقبلا في القريب العاجل اطباء ان شاء الله, ملزمين اننا نهضموا الاناتومي كما ينبغي. لو بروغرام داناتومي مقسم على سنتين, ولكن علاش هذا التقسيم على سنتين؟ علاش ما نقراوش الاناتومي في السنه الاولى فقط, السنه الاولى ونمر الى اشياء اخرى؟ سي توت افي نورمال. الاناتومي تقرا سبع شهور لانه موديل ضخم ويحتاج وقت. والحاجه المليحه في هذا التقسيم سي كو راح نشوفو لو كور هومان ريجون بار ريجون, اي سي جوستومون لون دي كلي في لابرونتيساج اناتومي اللي بها اون اريف ا بيان روتونيغ هاد لا كونيسونس. دونك ما تسرعش, اذا على سبيل المثال راك تقرا في لوس كوكسا راك في لوس سيولوجي, كالمي روحك ما تقلقش بزاف. الاناتومي ما تقراش على ضربه دومبلي, قرا عفسه بحبسه حبه حبه. قرا لوسيولوجي ومن بعد روح لاختولوجي ومن بعد روح لاميولوجي, وهي رايحه الى غايه ان تكمل مع هاد لا ريجون.
لانه تقرا ريجون با ريجون، ما تقدرش تقراها دومبلي هكا، تقرا كاع لي زاباري كاملين في رحبه، سي امبوسيبل، سي انيفيكاس ميم. فوالا هذا البوان حبيت نوضحه هنا، بالاضافه الى ذاك التعريف، التعريف اللي قدمته حول الانطونيمي، نقدر نضيف شيء مهم. بون سيغت سي سوبجيكتيف، ولكن جو كخوا كو سي لو كا بور بوكو دو موند، من الناس اللي شافوا الانطونيمي وتعاملوا معاه من قبل كغيري من الزملاء. انا كطالب طب كيفاش نشوف الاناتومي؟ نشوف الاناتومي بمثابه الدعامه الاوليه بيان لا باز اللي ترتكز عليها جمله من المعارف، جمله كبيره من المعارف الطبيه النظريه والتطبيقيه منها على وجه الخصوص بكثره، التطبيقيه بكثره، وهذا يستدعي هضم جيد لعلم التشريح، قلتها من قبل وعاودتها الان. انت لما تحكم على سبيل المثال ان كور دو فيزيولوجي، راح يرافقك في بداية الدرس ان غابيل اناتوميك، لو غابيل اناتوميك مهم جدا انك تقراه قبل ما تبدا لو كور دو فيزيولوجي تاعك، لانك راح تسترجع به بعض المعلومات المهمة اللي تخليك تفهم الدرس كما ينبغي، واللي راح من خلاله تصنع سكون ابل لو مورفو فونكسيونمون. لو مورفو فونكسيونمون ولا العلاقة بين البنية والوظيفة او التخصص الوظيفي، الناس اللي كانت دايره رياضيات ولا علوم طبيعيه في بلوتو علوم تجريبيه مش علوم طبيعيه، يعرفوا هذا الشيء مليح، سيونس اكسبيريمونتال، يعرفوا هذه النقطه مليح مليح، بحكم انها تمثل احد الاسئله المطروحه بكثره في بكالوريات علوم طبيعيه. لا يكاد امتحان بكالوريا في العلوم الطبيعيه يخلو من هذا السؤال، العلاقه بين البنيه والوظيفه. مباشرة في السنة الأولى راح نشوفوا بعض دي جينيراليتي، بعض الأشياء العامة والمعلومات العامة حول علم التشريح. بعد ذلك نتعرفوا على بعض الكلمات المستعملة في هذه المادة، سي سكون ابيل لا تيرمينولوجي اناتوميك، وراح نتعلموا كلمات جديدة. في بداية الأمر راح يكون هذا الشيء نوعا ما صعب لوجود كلمات بزاف، كلمات جديدة بالفرنسية منها واللاتينية وغيرها، ولكن غير حبة حبة غير بالعقل راح نوالفوا هذه الكلمات، نتعرفوا على الماهية من استعمال هذه الكلمات، ونبداو نستعملوها شيئا فشيئا إلى أن ترجع جزء من لو جارغون اللي استعملوه في التعبير والوصف. بعد ذلك يمكن جدا أنكم تشوفوا بعض النقاط الجوهرية التاريخية اللي كانت جوهرية نوعا ما في تطور علم التشريح، كما يمكن ما تشوفوهاش ولا تشوفوها في موديول آخر اللي هو SSH سانتي سوسيتي هيومانيتي، يعني ماهوش بالامر مهم جدا من ناحيه الباجاج اللي لازم تعلموه هنا. هذه مباشره في السنه الاولى ان شاء الله راح نشوفوا الاطراف العلويه والسفليه، راح ندرسوهم كامل من جميع النواحي، نبداو بالعظام، بعد ذلك نروحو نشوفو المفاصل لي زارتيكولاسيون، موراها نشوفو الميولوجي لي مشكل المكونة لهذه الأطراف، وبعد ذلك نكملو بالإنرفاسيون ولا فاسكولاريزاسيون تاع هاد الأطراف. بعد ذلك إن شاء الله في السنة الثانية راح نشوفو بقية الأجهزة المكونة لجسم الإنسان، على سبيل المثال تقريبا كل الكليات يبداو بالجهاز الدوراني، لاباري كارديو فاسكولير المتكون من القلب والأوعية الدموية والمتمثلة في الشرايين والأوردة، إلى غيرها من الأجهزة اللي راح نشوفهم في السنة الدراسية. وبعد ذلك ننتهي من هذا الموديول. اذا كما قلت لكم مكون من سنتين، راح نشوفوا في السنه الاولى لابغاي لوكوموتور سيتادير المومبر سوبيريور والمومبر انفيريور، وبعد ذلك نشوفوا بقيه الاجهزه في السنه الثانيه. اون باس مينتونون اوتر شوز، اسكو الاناتومي تحتاج حفظ ولا فهم؟ هذا السؤال نوعا ما صعيب، ما نقدرش نريبوندي عليه ديريكتومون، ولكن نقدر نقول لكم بلي الاناتومي تحتاج جمله من الاشياء اللي بيها راح نفهموا بلي سي اون ديسيبلين اللي تحتاج استيعاب كبير جدا. ونفين نقدر نغزومي جملة الأشياء هذه يعني عليها إلى قسمين. القسم الأول هو طريقة
أو طرق الاستيعاب، والقسم الثاني متمثل في التكرار ولا لا ريبيتيشن. سنقوم بمعالجة هذه النقاط. إذا كنشوف النقطة الأولى اللي فيها طرق الاستيعاب، راح نشوفو بلي لو كورد اناتومي اللي راه أمامنا على سبيل المثال، ندو أن كورد اناتومي لا على التعيين، كاين عدة طرق فعالة باش تفهم وتستوعب هذاك لو كور. أول حاجة من خلال لو سوبور اللي مدوه لك لو بروفيسور داناتومي على لا فاكولتي، من خلال لي كور اللي تيبهم بغزارة على الانترنت على مختلف المنصات منها اليوتيوب على سبيل المثال، وكذلك مختلف الكتب والمراجع. ناخذ على سبيل المثال كتاب لاباري دو لاباري لو كومونتور للدكتور سي صالح حمودي رحمه الله عليه، كتاب في غايه الاهميه في غايه الروعه، تصيبوا فيه تقريبا جميع المعلومات اللي تحتاجوها على لاباري لو كومونتور، كل المومبر سوبيرور كل المومبر انفيرور في زوج. كذلك لي سيونس تي بي، لي سيونس تي بي اللي راح تكون فيهم اللي راح تكون عندكم فيهم الفرصه باش تمانيبيلو هاد لي ستركتور اللي تقراوهم، دي ماكيت موجودين في مخبر الاناتومي في الكلية اللي تدرسوا فيها. نمر الآن إلى النقطة الثانية وهي نقطة التكرار ولا الريبيتيشن، تعتمد بشكل واسع على كل واحد وطريقته في التكرار بدون تحديد طريقة معينة. يعني في التكرار كاين بزاف طرق للتكرار، كاينش طريقة واحدة برك، بالتالي هنا ماكش ليميتي، ماكش ليميتي بزاف، سوكي في كل واحد وطريقة تاعو. ستبقى الفكرة في نهاية الأمر هي فكرة التكرار بحد ذاتها، يعني en effet il faut que vous répétez sans cesse jusqu'à que ça rentre dans votre cerveau. La seule façon de mémoriser toutes les différentes structures anatomiques est bien de répéter encore et encore. لازم تعاود، لازم تعاود، هذه هي، ما كاينش comment faire autrement. Voilà. نمر الآن إلى بعض الطرق الفعالة في التكرار والتي يوجد الكثير من الطلبة اللي يجدوها أنها فعالة. على سبيل المثال de nombreux étudiants trouvent que la réécriture des notes est utile. كاين اللي يدير la prise de notes ويعاود يكتب لي نوت تاعو، كاين اللي يعاود à travers d'autres supports من على الانترنت على سبيل المثال يدي ان كور تاع فاكولتي واحدة أخرى، ولا ان كور un cours qui est موجود على مختلف المنصات، كاين دي ريزومي تسيبوهم ان بو بارتو في مختلف المنصات. كذلك كاين اللي يعيد ويكرر عن طريق اليوتيوب، اليوتيوب كاين فيه دي بروفيسور اللي يشرحوا دي كور، كاين اللي يمدو دي موايا نيمو تكنيك، كاين بزاف صوالح، كاين دي ريزومي، كاين اللي يمدو دي ريزومي. وانا حبيت نلمح الى شيء مهم اللي هو لي شين يوتيوب. لي شين يوتيوب راح تلقاو عدة قنوات في المجال الطبي لي يمدو لكم دي موايان نيمو تكنيك، على سبيل المثال لا شين تاع دكتور اسيوس، واللي راح هادو لي موايان نيمو تكنيك لي اسيوس اللي راح يخلوكم ديروا اون بون كونسوليداسيون للمعارف تاعكم في لا ميديسين بصفه عامه، ماشي شرط في الاناتومي، في لا ميديسين بصفه عامه. كاين كذلك طريقه تمشي مع هاد الكامل الطرق اللي ذكرتهم قبل، وكذلك الطرق اللي جو من بعد تتماشى اون سينيرجي مع هاد الطرق، واللي هي طريقة الرسم لي ديسان. الطريقة هادي هي سي سامبل، سي كو تحكم ان كريون تبدا ديسيني، تو ديسيني. جو بونس كيل ايت انديسبونسابل دو ديسيني بور ميو روتونيغ. الوغ سيغت ميم سي تو ميتريز با مافري لو ديسان، إل إي توت أفي بوسيبل باش تيماتيزي في الاناتومي. يعني تأكد بليك ما راحش تحتاج منك مهارات عالية جدا باش ترسم في الاناتومي. سوفي دو بيان فيزواليزي لي ستركتور، لا ستركتور اللي تكون امامك، وتبدا ترسم حبه حبه، راح توالف الرسم، راح تبدا تشيماتيزي. ويعني كاين اللي يوصل الى درجه انه يرسم لو كور هيومان كامل بمختلف الاجهزه تاعو، ماهوش بالموضوع اللي يحتاج منك انك تكون عندك مهارات كبيره، فقط لازم تتدرب، لازم مره على مره ترسم وتزيد تحسن المهارات الى غايه ما انك ترسم مليح. لي سيونس تي بي حبيت نحكي عليها كما قلت سابقا. لي سيونس تي بي راح يخلوكم توبتيميزو ليفيكاسيتي دو فوتر ابرنتيساج، راح تحفظ ولا راح ترفد لا ستركتور اللي كنت تشوفها معايا، اللي كنت تشوفها في لو كور تاعك، تشوفها امامك، تحاول تتعرف عليها مليح اكثر واكثر،
اكثر من لي شيما تاعها اللي كانوا موجودين في لوكو، وخاصه انه راح تكونوا في دي جروب، هذا بالتالي يفتح امامكم المجال باش تناقشوا وتبوزوا دي كيسيون على بعضكم على لو بروفيسور داناتومي اللي يكون معاكم. اي دونك فو تيري بروفي دي ريسورس بريزونت اوتور دو فو. لازم الماكسيموم تستفادوا من لا سيونس تي بي. لا سيونس تي بي شيء مهم جدا كاغ فاسيليت ليتود تاعكم تاع لي سكريبتور اناتوميك اللي راكم تقراو فيهم. فوالا هذه هي. وكذلك كاين لي تيست. لي تيست يعني انت لما تشوف الكور داناتومي حبذا لو تقوم ببعض تقوم بمعالجة بعض الأسئلة حول الموضوع، لأن الأسئلة راح تخليك تشوف الموضوع بطريقة أخرى، راح تشوف لي بوان إيسونسييل لي بوان إمبورتون من الكور تاعك. إذا وبالتالي هذه هي بعض الطرق اللي مجموعة كبيرة من ليزيتيون تخوف كو سيتيل يستعملوهم. دونك أبخي تو سي أ فو دو فوار كيل بروسيدي أو ترافيغ كيل بروسيدي راح فوزالي إيفيكتوي هاد لا ريبيتيسيون. ماشي شرط من بين هاد الطرق، كاين طرق اخرى بالك ما ذكرتهمش، بالك كاين فيكم كان يستعمل طريقه فعاله ويجدها فعاله جدا. المهم انتوما اللي راح تصيبوا الطريقه الفعاله اللي تخدم معكم سولون لو تيب دو ميموار كو فوزيزي لو بلوس. كاين اللي يستعمل لا ميموار اوديتيف، كاين اللي يستعمل لا ميموار فيزيوال، كل واحد ولا ميموار تاعو لو تيب دو ميموار اللي سوليسيتيه اكثر واللي ينفعو اكثر. هذو في تقريبا هم الطرق اللي ايضا فعاله في التكرار. بون كاين بزاف طرق من هذه الطرق راهم موجودين في طريقه الاشعار، على سبيل المثال لي سوبور لي زوتر سوبور و لو تي بي و لا ريكريتور دي نوت. هذو اشياء او اجزاء من اشياء ذكرناها في طريقه الاشعار، لكن الحاجه اللي تختلف هنا في طريقه التكرار سي كو حنايا ماناش في مرحله الاشعار. سي بون لو بروميي كونتاكت كان مديور، هنا رانا نكررو رانا نعيدو في الاشياء باش نحافظو على هاد لا كونيسونس باش نفافوريزو اون بون كونسوليداسيون لا ميموار تاعنا. هذه حبيت نلمح الى لاشين تاعي وين نقدم بعض لي ريزومي في الاناتومي، ان شاء الله تنفعكم هذه القناة. اسم القناة محمد اقبال، مازال ما درتش اسم اخر للقناة، وهذه هي. ما تنساوش تفعلوا الجرس من أجل الفيديوهات الجديدة في المراحل في الفترات القادمة إن شاء الله. راح نقدم أكثر وأكثر إن شاء الله. وهذه هي. مرسي بوكو، مرسي دو فوتخ أتونسيون. إن شاء الله هاد الحصة ما كانتش طويلة عليكم. إي دونك جو فو رمارسي. ماتونون باس أو كيسيون. سي فوز أفي دي كيسيون أن بوزي كو سولا سوا أون ديراكت ماتونون ou leur mat, n'hésitez pas. Ou idem cash, bien sûr. Eh bien, je viens de faire ma part des choses. Ou à chakourukum ala husn al-mutaba'a wal-isra. Ou à ta kalima ila az-zumala.